أجدد لكم التحية مرة أخرى، أرحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني. طيب الله ثراء، نتواصل بتحديات أشواط الإجداع والشوط الخامس عشر لفئة الإجداع أبكار، ينطلق من مسافة 6 كيلومترات، يحمل بطياته هذه الأسماء المتواجدة الباحثة عن الناموس وعن الانتصار. نتابع تحديات المقدمة وأول المراكز وأول المنطلقين مع البداية ومع صدارة هذا الشوط الذيبة لسعيد بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي مع البداية، ينطلق مباشرة في تحديات المرتبة الأولى، بينما المركز الثاني أتابع صاحبة المركز الثاني بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل. من بين هذه الأسماء المشاركة والمتواجدة في مساري وتحديات هذا الشوط مع هذه الشعارات التي تنطلق وتندفع مع البداية ومع التحدي، المركز الثاني شديدة لسالم بن جار الله بن مسلم بن سالم النابت مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث المركز الأول تحذير لعبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري، هي من تحتل المرتبة الأولى، هي من تنطلق مع البداية، بينما المركز الثاني تتواجد شديدة لسالم بن جار الله بن مسلم النابت. المركز الثالث أتابع القادمة هنا الذاير لراشد بن صالح بن هزاع العذبة مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع هذه الشعارات القادمة والمنطلقة الورسان، أحمد بن محمد بالويه الجحافي يقدم لنا الورسان مع المركز الرابع. المركز الخامس القادمة بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجازي ناصر بن عبد الله بن عيسى آل سند المسافري، تصل مع أو هنا ربشة لحمد بن سالم بن مانعة المري، هو من يقدم لنا ربشة في دائرة النداء والإذاعة. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، الخمسة الأسماء الأولى المنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط بأول نداء، أتممت على ما سمعكم بالوفاء والتمام. أعود مع البداية ومع تحديات المقدمة، هناك تحذير، تحذير الكواري مع البداية وبالربيعة قائدا لزمام الأمور بتواجد وانطلاقة تحذير بقيادة عبد العزيز بن جاسم بالربيعة الكواري يتواجد مع البداية، ينطلق في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع هنا القادم الجازي ناصر بن عبد الله بن عيسى بن سعد المسافري مع المركز الثاني، أم المركز الثالث ربشة بقيادة بهذا الانطلاق بقيادة حمد بن سالم بن محمد بن مانعة يقدم لنا ريشة، ريشة وليست بربشة مع المركز الثالث، تتسلل إلى المركز الثاني. المركز الرابع الشعار الجحافي يتواجد مع الورسان أحمد بن محمد بالويه الجحافي، الشعار الذي دائما وأبدا يتميز ويبدع ويقدم لنا هذه النوعيات المتميزة. الورسان تتسلل إلى المركز الثالث، وتابع المركز الخامس القادمة هنا الذاير راشد بن صالح بن هزاع العذبة مع المركز الخامس، يتواجد في موقع التحدي والمنافسة وفي دائرة النداء والصراع مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمسة الأسماء الأولى المنطلقة في تحديات هذا الشوط. نتابع البداية ونتابع المقدمة وصدارة الشوط، هناك تحذير، ما زالت تحذير مع البداية، تحذر وتنذر الجميع. عبد العزيز بن جاسم الربيع الكواري حاضرا مع تحذير ويحذر الجميع في هذا الشوط، في هذه المنافسة المشرفة. ما زالت تحذير تنطلق مع البداية ومع التحدي الأول، بينما المركز الثاني الجحافي قادم، الورسان الورسان الورسان
الورسان، ها هي الورسان تتسلل إلى المركز الأول. أحمد بن محمد بلويهي الجحافي مع المركز الأول يقدم لنا الورسان التي بدأت تتسلل إلى المرتبة الأولى، بينما المركز الثالث شعار الشاهنية هنا مع الورسان، ولكن تحذير مع المركز الثاني. تنطلق بشعار عبد العزيز بن جاسم الربيعة الكواري أم المركز الثالث؟ هنا بأول نداء حضور، ويحضر عبد الله بن زايد بن منصور سيف الخيارين بأول نداء لحضور التي تحضر في عمق المنافسة والتحدي على المركز الثالث. المركز الرابع الريشة لحمد بن سالم بن محمد بن مانع المري يتواجد مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع شعار المسند غادم مع قماشة ناصر بن عبد الله بن أحمد. المسند يقدم لنا قماشة مع المركز الخامس بأول نداء تصل إلى دائرة النداء والإذاعة. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمسة الأسماء الأولى التي تنطلق في تحديات ومسار هذا الشوط. من بين هذه الشعارات شعارات العمالقة والكبار الذين يتنافسون في هذا المسار. أعود مع البداية، الورسان 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 أحمد بن محمد بلويهي الجحافي ينطلق مع البداية ويسير بخطى ثابتة كما سارت الشاهينية وحققت الإنجاز. تسير الورسان هنا في مقدمة هذا الشوط تنطلق مع البداية، ولكن تحذير مع المركز الثاني عبد العزيز بن جاسم الربيعة الكواري. وريشة تتسلل ريشة بقيادة حمد بن حمد بن سالم المانعة المري يتواجد مع حمد بن سالم بن محمد بن مانع المانعة المري مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع قماشة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند غادم مع قماشة، بينما المركز الرابع تابع القادمة هنا والمنطلقة كيف محمد بن حسين بن مبارك بن سالم الفراج المري يتواجد مع كيف على أول نداء، ولكن أعود مع البداية الورسان وريشة وكيف وقماشة، وأيضا هنا اسم غادم بهذه اللحظات. الله 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 الشاهينية مبارك بن عبد الرحمن بن مان بن محمد بن دواس العجمي غادم مع الشاهينية بأول نداء بطموحات يومان. أهالي ميدان الشهيد يطالبونك يا مبارك، يطالبونك السلامات، ولكن كيف كيف تتسلل إلى البداية وإلى التحدي محمد بن حسين بن مبارك بن سالم الفراج وريشة مع المركز الثاني حمد بن سالم بن محمد بن مانعة والمسند مع قماشة. ينطلق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند عاد الجحافي. الله 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 بدت المعركة، معركة الكبار. عادت الورسان، عادت عادت لكي تستعيد الحقوق المنهوبة مع أحمد بن محمد بلويهي الجحافي يسيطر على ناموس هذا الشوط. والنقطة الثانية برصيد الجحافي، تهانينا وألف مبروك لمحمد بن أحمد بلويهي الجحافي على فوز الورسان وتحقيقا للإنجاز المركز الثاني. كيف للسيد محمد بن حسين بن مبارك بن سالم الفراج. المركز الثالث ريشة للسيد حمد بن سالم بن محمد بن مانعة المري. المركز الرابع وصلت الشاهينية بقيادة مبارك بن عبد الرحمن بن محمد بدواس العجمي، بينما المركز الخامس هقوى لمحمد بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري، هو من حصل على المركز الخامس. إذن مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، ها هي المنافسة وتحديات ومسار هذا الشوط بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل، كما تابعنا المنافسة والتحدي مع هذه الشعارات التي تنطلق ضمن فعاليات هذا المهرجان، مهرجان المؤسس. نتابع توقيت الزمني يا مخرجنا، ساعة وصول الورسان إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس من مسافة 6 كيلومترات. تهانينا لأحمد بن محمد بلويهي الجحافي. 9 دقائق 21 ثانية، 8 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. ساعة وصول الورسان إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. تهانينا وألف مبروك لأحمد بن محمد بلويهي الجحافي. المركز الثاني جاءت كيف بتوقيت زمني وقدره 9 دقائق 23 ثانية، 3 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لكيف لمحمد بن حسين بن مبارك بن سالم الفراج. تهانينا وألف مبروك. المركز الثالث جاءت ريشة بتوقيت زمني وقدره 9 دقائق 25 ثانية، جزءا واحدا من الثانية. تهانينا وناموس لحمد بن سالم بن محمد بن مانعة على فوز ريشة في المركز الثاني.